فير بلاي يعني خويا اسلام ومرحبا بمك. سكور كوريكت، وان حابك اكد لك اللي هكسب تلعب ضد اي روفانش على الماتشات اللي صاروا مع الزمالك اخيرا في الكوب والسوبر كوب. وفي نفس الوقت انا عندي ثقه كبيره برشا في الملاعبيه هذوما. كان تشوف الناس حتى من الجزائر اللي طلبوني على لفات اللي انا قلت خممت على مولوديه الجزائر وشفت ربي سبحانه وتعالى اكسبريس اف ام كانت معناها وجهها مبروك على مولوديه الجزائر اللي فاز على خارج ميدانه ضد تنجات. ونتمنى وهذا اللي حبيته انا ترشح للدور الجاي معناها مع مولوديه الجزائر وترشح للتونسي، وهذا كل فخر لكرتنا. واللي قلناه راهو خويا اسلام سامحني باش ناخذ ما عندك 10 ثواني هاي. اللي قلناه علاش نتكلم معك، انا تفرجت في المباراه، تفرجت في الترجي، تفرجت في الزمالك، لان اليوم راهو الشيء اللي قلناه قلت لك انا تكستوالمون قلت لك راهو الشيء اللي باش يصير. واخونا وليد قرفاله تبارك الله ما شاء الله زاد قال كلام، قال راهو باش يلعبوا اوفنسيفمون وكل، قلت له هذاك سيدو لانتوكس يونا فيو لانتوكس اللي عملتها الزمالك باش يحاولوا. اما الترجي كبير والترجي يعرف كيفاش يتعامل مع لي رونديفو الكبار، وشفنا حتى في الـ في الـ في معناها لي حتى اورجو من الزمالك سافودير كي نون با بري دو ريسك. وشفنا حكينا على لاتيرو، شفنا شنو اللي صار على لاتيرو، معناها حتى في لي زافيرتيسمون الزمالك كانت على اعصابها، خذاو كاتر افيرتيسمون الترجي خذا افيرتيسمون بركه. ومحمد علي رمضان هذا اللي دافعت عليه هنا برشا، فما برشا ناس يتخايب عندي علاقه بيه ولا انا عندي علاقه بالوالد نتاعو ربي فضله، لان نعرف قيمه الملاعب هذايا. كي تشوف الملاعب هذايا ياخذ ضربه جزاء قبل معناها ويمشي يشوتها ويحب هو il devient le patron في الاسبيرونس à son âge، ça veut tout dire لقوة الشخصية نتاعو. وبارك الله فيك خويا اسلام. وميشيل حتى كي ناكلوا ساندويتش انا وياك لو امبورتون سي افيك توا. باهي سي المونجي، نحكيو على مقابلة الجولة الثالثة اياب للبطولة اللي تلعبت البارح وقت البارح. خلينا ناخذ من عندك كلمة عامة قبل ما ندخل في التفاصيل نتاع المقابلات. كلمة عامة أنا نقول المباراة الكل تبارك الله، معناها شفنا مباراة النادي الفريق والنادي الساقسي كالعادة، معناها تبارك الله ما شاء الله مباراة اكسبسيونيل. ان نيفو جو تبارك الله في ميدان ممتاز وممتاز جدا حاجه بركه. ما حبيتش اللي صار معناها في بعد المباراه هذايا، ما يشرفش حتى شخص كان، لان هي تونس تتمثل، لان في العالم اجمع قاعدين يتفرجوا فينا. نقول تو سامبلومون اللي افيك ان جراند جارديان اللي هو ايمن دحمان اللي خلى اللي النادي الساقسي يروح بنقطه بركه، انا نقطه استفهام بركه، علاش تغيير مدرب اسمه انيس بالجلبان بمدرب جديد اللي عنده من 2016 ماهوش قاعد يدرب في اي بطوله، سافي تو دير جو انترونور ما عندوش فريق. انا نقول اللي النادي الساقسي اليوم بعد الفتره نتاع انيس بوجلبان باش يندموا على تغيير المدرب هذايا. حاجة أخرى اللي النجم الرياضي ساحلي عرف كيفاش تبارك الله من أحسن المباريات لعبها، وعرف كيفاش يتعامل مع المباراة هذه ضد فريق عمل لهم بلوك با، وهذه أكبر غلطة اللي ما عودناش فيها مستقبل سليمان اللي أبيتوالمون حتى شفناها مع سامي القفصي كونتر تو لي كلوب، أو أشرنا بالشيء هذايا كونتر تو لي كلوب يجوا لوفونسيف بور غاني. وشفنا عمناو السنة الفارطة كيفاش معناها في تونس ضد الترجي التونسي التعامل مع المباراه هذيا، معناها خلات اللي استغربت. باهي سي المونجي، خلينا ندخلوا في التفاصيل نتاع المقابلات. نبداو مقابله القمه بين السي اس اس والكلوب. ظهر لي رغم النقص العددي السي اس اس بفضل ايمن دحمان كما قلت انت، ماتش كبير تقريبا فسخ 3 بونتو، يمنح نقطه لناديه ويمنع الكلوب من زوز نقاط، من 3 نقاط كانت تكون مهمه. هو النادي الافريقي اليوم راهو يلزم السيزون، هي دو توت فاسون سي ان سيزون كي سرا ديفيسيل حتى لاخر جورني، راهو هذا الشيء. انا نقول اللي النادي الافريقي مالوريزمون باش يولي يبني على المباريات هذه اللي ضد الفرق هذه الكبيره النادي الساقسي والترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي، اما يلزمه يعمل نقاط معناها البلوز امبورتون، يعمل نقاط للنوادي اللي معناها اللي يلعبوا على تفادي النزول. مالوريزمون يوجع قلبك كي تسمع انت النادي الفريق اليوم يلعب على تفادي النزول، لكن اليوم معناها الكلوب ما حاجتهاش بالسي اس اس، حاجتها بالايكيب ليكيب اللي معاها، معناها في الوضع يا ابتسام يا اسلام، في الوضع الموجود اليوم
نتاع النادي الافريقي هذوما ماتشات اذا كان ربحوا كانت نجم تفوز يفوز النادي الافريقي بالمباراه هذه، لكن عمل تعادل سي ديجا با مال، لان اليوم راهو الظروف اللي قاعد عايش فيها النادي الافريقي اليوم معناها ظروف صعبه وصعبه جدا. هو شنو اللي نجم يغطي النقائص والمشاكل في النادي الافريقي ولا في اي فريق كان؟ هما النتائج الايجابيه. مالوريزمون اليوم ما تنجمش حتى لي شونجمون اللي تعاملوا بار لو كوتش منتصر الوحيش اللي عملوا اعطاوا معناها حاجه اخرى بارابور على المباراه الاخيره. المباراه هذه ما صارتش رياكسيون ابيتويل. كنت حبيت ممكن زهير الزوادي يدخل قبل شويه لان كان بالفيتاس نتاعو ينجم يقلق الدفاع نتاع النادي الصفاقسي. انا قلت سامبلومون اللي اليوم مالوريزمون الكلوب افريكان يلزم يبني على المباراه هذه، وظروف ايجابيه اليوم مع منتصر الوحيشي فيكتوار دو ماتش نول سي توجور ميو كو اون فيكتوار دو ديفيت. سي اس اس مع المدرب الجديد شفنا بعض اللاعبين خاصه وسط المقابله بدلهم مراكز نتاعهم، ما كاش تفسر هذا؟ عنده فكره قبل على الفريق والا وسيم معلا هو اللي عدلوا الفكره ولا شنو صار بالضبط؟ انا ما نظنش، انا نقول اللي اذا كان صارت اقاله انيس بوجلبان سور كان معناها تفوز على النجم الذي ساعني في سوسه وتصير اقاله انيس بوجلبان هذه نقطه استفهام. حاجه اخرى اللي باش يوريك اللي وقت المدرب حضر على المباراه الاخيره معناها ضد اتحاد تطاوين تفرج وما فماش رياكسيون من جوارات، لان جوارات مستائين بالوضع لان عندهم علاقه طيبه مع انيس بوجلبان. وانا نستغرب اللي النادي الصفاقسي نقطه القوه كانت عنده الديسيبلين، يا بلوس دو ديسيبلين، كانت عنده الاستقرار، ما عادش فما استقرار. واليوم ولد النادي اللي يعمل في نتائج ايجابيه اخر خمسه مباريات صارت فيها أربعة فيكتوار كاتر فيكتوار يا ماتش نول، ومن بعد خسر ضد اتحاد تطاوين، لان اتحاد تطاوين يعرف المشاكل، يعرف تغيير المدرب وعرف كيفاش يعمل ويتعامل مع المباراه هذه. على علم وانا شكر الخطوي وهذا من قلائل المدربين اللي يعرف كيفاش يتعامل مع بارابور على المنافس، المنافس يعرفوا اليوم بلان دوت اللي انا يعرف انيس بوجلبان وشفناه حتى وبورد توش انيس بوجلبان مشكل عاده حتى كي يتغير جوار ولا حاجه معناه وجعته الحكايه. لان تلعب ضد النادي الصفاقسي في صفاقسي هذيك تروا ديفونسور التالي اللي ما نجحتش مع في برشلونه مع لويس فانجال يوريك اللي الثقه اللي عنده، وعرف كيفاش يتعامل مع الميليو تيران فيك 5 ميليو دو تيران دوز اتاكون. وشفنا اتحاد تطاوين الى اخر دقيقه كان ينجم يسجل الثالث والرابع. دونك سافي دير كو اليوم النادي الصفاقسي اكبر غلطه عملها لتغيير المدرب، معناه المشروع هذا بتاع تغيير المدرب كان عنده يمكن ثلاثه ولا اربعه اسابيع، لانه مش دي جور ولندما تغير المدرب. وين كيب كيجي مدرب ويتفرج فيها شوفها حتى في العالم هذيا ديما تصير رياكسيون بوزيتيف تاع الجوارات. الرياكسيون بوزيتيف هذه ما صارتش، شفنا برشا ملاعبيه اللي ما كانوش في المستوى، خلات اللي اليوم النادي الصفاقسي يتحمل مسؤوليته في تغيير المدرب هذايا، المدرب هذايا بتغيير انيس بوجلبان. باهي ليتوال يعود لنتائج الايجابيه ضد نجم ضد مستقبل سليمان 2 بلاش. النجم الرياضي الساحلي شو كي تشوف انا نقول راهو اليوم النجم الرياضي الساحلي راهو عنده سيرتينمون يا بوكو دو بروبليم انترن. اليوم باللي فيكتوار يتغطاوها لي بروبليم هذوما اون انترن، لان كي تشوف انت اليوم عندك جوار اسمه كوليبالي يلعب، وحكينا عليه اخر مره اخويا اسلام، شفت اليوم ما لعبش كوليبالي لان الناس كانت معناها ما كانتش معناها باهيه مع صدام بن عزيزه، لان قاعدين يلوموا على المردود نتاعو. شوف كوليبالي ماهوش موجود، شفنا صدام بن عزيزه البارح ستين ما يرجعوش للتيران. تقصد كوناتي مش كوليبالي. كوناتي سامحني مش كوليبالي، كوناتي خليت اللي البارح صدام بن عزيز سي با هازار سي لو ميور جوار سور لو تيران. معناها علاش؟ خاطر قبل كان مش عاطي الثقه في الستوبر اللي بحذاه. وحاجه اخرى حتى او نيفو دو سالير، انت كي عندك جوار اليوم كوناتي هذاك كوناتي ياخذ في شهريه سي لو بودجي انويل، الراتب نتاعو انويل سي لو بودجي انويل نتاع التطاوين ومتاع المتلوي وكل شيء. معناها يوريك اللي الناس اللي جابوا كوناتي يحشموا على رواحهم لان خدموا مسؤوليتهم
مصلحتهم ما خدموش مصلحة النجم الساحلي. واللي اللي يلوم على سي رضا شرف الدين ما عندوش الحق يلوم، لأن سي رضا شرف الدين عطى ثقة في ناس باش ينتدبوا ملاعبية. اليوم تنتدب ملاعبي اسمه كوناتي ما يعرفش حتى جنجل 10 مرات، خلات اللي اليوم النجم الرياضي الساحلي يتحمل مسؤوليته. اوكي، مي الناس اللي جاوا اللي جابوا الملاعب هذايا واللي استفادوا منه ماديا، جلو دي بيان ماديا، في مصلحتهم هما مش في مصلحه النجم الرياضي الساحلي. وانا كي نشوف، سامحني، كي نشوف الكرماني الوليد هذاك ما شاء الله حاج محمود فريمون فريمون سي دي جوار اكسبسيونيل. اليوم ثم اشكال في النجم الرياضي الساحلي، الاشكال هو بن عمر. اليوم النجم الرياضي الساحلي لازم يفكر نهائيا التخلي نهائيا على بن عمر، يلزم يلقاو حل، لان اللاعب ملاعبي هذا باش يكون مشاكل في فريق النجم الرياضي الساحلي، لان ثم اشياء ممكن احنا ما نعرفوهاش من خارج، لكن في الداخل ثم برشا مشاكل باش تخلي اللي الاجواء ماهيش باش تكون خارقه العاده. لان اليوم بن عمر ثقيب في سوسه ومخه بتاتر في بلاد اخرى الله اعلم، لكن لازم يلقاو حل لان ما عادش عنده مكانه في النجم الرياضي الساحلي. به اتحاد بن قرداني يفوز على اتحاد المنستيري 3-2، كان فرد نهار السبت مرتبة ثانية مؤقتا قبل ما تلعب مقابلتنا على حد، وديما الكلام يتواصل على اتحاد بن قرداني والتحكيم وضربة الجزاء سي المنشي. هو اسمعني انا نقولها، راهو مش ندافع على اتحاد بن قردان، لان اتحاد بن قردان عنده 60 ولا المباراه اللي لعبها ضد قواف القفصه في سوء في رادس مع سمير السليمي، وقتها اتحاد بن قردان 12 المباراه الاولانيين عمل نقطه برك في 36 نقطه، عمل نقطه برك. حتى حد ما تكلم على اتحاد بن قردان. اليوم اتحاد بن قردان الكلاسمون اللي عنده يستحقه، لكن اليوم نتأسف اليوم اللي الحكم ولا التحكيم في تونس قاعد يخدم في خدمة مش مع اتحاد بن قردان، ضد اتحاد بن قردان، لأنك تشوف التصرف في المباراة هذه متاع الحكم المالكي سي ان سكوندال. اليوم اتحاد بن قردان ماهيش مستحقة باش أي حكم كان يعاونها، ماهيش مستحقت له، لكن اليوم قاعدين يعملوا في اشياء خياليه، قاعدين ضربه الجزاء، وشفنا اشياء، لان الناس هذوما قاعده باش نبدا معناها في علاقه باهيه مع فلان وفلتان، لكن اليوم ساتشي فيه، لان الاتحاد بن قردان عنده فريق ممتاز وممتاز جدا. كي تشوف انت اتحاد المنستيري يمشي لاتحاد بن قردان باش يفوز في ملعب صعيب وصعيب جدا باش يفوز على اتحاد بن قردان، كي تشوف من بعد تلقى حكم يبدل يغير النتيجه ويغير وجه المباراه، انا نقول تو سامبلومون عيب وعيب، وهذا في المستوى العالي. هذاك علاش ديما نقول انا يلزم التحكيم يكون انديبوندون. راهو اليوم ما دبنا باش نكملوا هكا، راهو باش نرجعوا للحكام اجانب، لان نحمدوا ربي للمباراه في بن قردان ماهيش في المنستير، ونحمدوا ربي لمباراه النادي الافريقي البارح والنادي الصفاقسي من غير جمهور. كانت تنجم تصير كوارث بالظروف الصعبه اللي قاعده تتعدى بها البلاد وحاليا. به الملعب التونسي يعود نتائج ايجابيه على حساب شبيبه القيروان، تقريبا الفريق حط سيخ في الرابطه الثانيه اذا كان مش اكثر. هو بيناتنا خويا اسلام، اليوم اللي ما يفوزش على شبيبه القيروان اليوم ما عادش يفوز عليها، معناها هذه من اسهل بتاتر الفرق حاليا مالوريزمون من اكوز دو لا جيستيون تاع الفريق هذا. لكن الملعب التونسي اليوم وهذه حاجه باهيه، لان رجع معناها افيك اون فيكتوار، معناها كان ينجم يرجع زاد افيك اون ديفيت من 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 باجا، وعرف كيفاش يتعامل مع المباراه في باجا وعمل التعادل. اليوم عنده فوز ضد شبيبه القيروان سين تري تري بون شوز، خاطر تبني اكثر سافو با دير اللي ما فماش زاد مشاكل. اللي اليوم الجمهور فرحان، سورتو كي تبدا تلعب انت في ملعب هادي النايفر وتلعب ضد شبيبه القيروان اليوم تبارك الله هدفين لصفر، وهذه حاجه خارقه للعاده. الملعب التونسي وتبديل المدربين سي المنجي ظالي، حتى المعلومات اللي عندي تقول حتى غازل الغراري ايامه معدوده في استاد، والبحث على مدرب اجنبي قد يكون فرنسي. وهذا نعرفه الشيء هذايا، لان اليوم شوف اليوم الملعب التونسي
لولا الهيئه نتاع الملعب التونسي اليوم كسوا معناها سي جلال بن عيسى ولا الماتر انيس الباجي راهي سين كاتاستروف سين كاتاستروف. اليوم اي حتى اراده حتى معناها اراده سياسيه ولا من الدوله يلزم اليوم في الظروف الصعبه هذه اليوم بارد راهو تنجم معناها خرجت ما شاء الله ما نحبش نسمي الاسامي خرجت ما شاء الله ديبي معناها نوي دي طون كما يقول الفرنسي ملاعبيه من طراز عالي. اليوم الملعب التونسي يعيش كل يوم ويومه وهذا راهو الاستقرار هذا غير الاستقرار مش باهي. واليوم الناس اللي من بعد عن بعد انا علاش ديما نقول كي يحطوا لافته في الملعب هادي النايفر توس انسومبل انا نقول لهم راهو توس انسومبل سا نو سوفي با يلزمكم توس اوني الناس كلهم مع بعضنا اليد في اليد لمصلحه واحده رغم الخلافات ما بين الاشخاص لان اليوم راهي بلادنا كنعرفوا قيمتها. اليوم انا نقرا في الجرايد في الصحف في الجرايد يحكيوا على على الجيش التونسي وعلى الامن التونسي وعلى الشعب التونسي على اللي صار في 8 7 مارس في بنقردان 2016. انا نقول علاش زاد بالقوه هذه ما عندناش قوه كشعب مع بعضنا في الفرق في الرياضه في كل الميادين. هذا علاش نقول ان الملعب التونسي اليوم راهو يعاني في ظروف صعبه وصعبه جدا. لا كريتيك فاسيل مي بعض الاشخاص اللي يندعيوا برواحهم لعبوا في الملعب التونسي يستغلوا في اسم الملعب التونسي اكثر من معاناه من اعانه الى ملعب التونسي. واحد واحد بين السيابين نجم المتلاوي تعادل شكون مستفيد منه سي المنجي؟ حتى حد مستفيد من المباراه هذه لان اليوم النادي البنزرتي المتلاوي جاء باش يعمل نتيجه ايجابيه روح بنتيجه ايجابيه في الظروف هذه ديما خير من بلاش كما نقولوا احنا لان اليوم جماهير النادي البنزرتي قاعد تحضر في المباراه فوق المساكن وكل شيء وقاعدين يشجعوا باللي نجموا لكن اليوم لي ريزولتا هذه سانارونج بيرسون في لو كلاسمون اما راهو الى ونعاودها الى اخر جورني راهو لي ريزولتا هذوما عندهم اهميه نقطه هنا. انا نقول تو سامبلومون اللي في بنزرت يلزم راهو يعملوا تخطيط الى مشروع رياضي كما الفرق الكل لان بنزرت تستحق فريق ممتاز وممتاز جدا. نكمل مع مقابلة الأولمبي البيجي مستقبل الأجيش تقريبا زوج فرق من أحسن ما فما السنة في البطولة يفرجوا حتى كرة تعادل سلبي توقعنا خير مقابلة أي ماك تعرف شو أنا الحاجة علاش قلت لك ديما اليوم عندنا في الأولمبي البيجي خالد بن يحيى واليوم عندنا سعيد السادي في مستقبل الجيش. أنا نقول والله كان نزيدوا في الشامبيونان نزيدوا فرق لأن اليوم تونس ما تنجمش تلعب عندنا برشا جهات ينجموا رجوع الشابه ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله بقدره الاله رجوع الشابه رجوع علاش لا حمام سوسه سي او تي مستقبل رياضي بالمرسى. انا نقول اللي لان الفرحه راهو ما دخلها كان بالكوره بالرياضه بكره القدم لان اليوم حاولوا الفرق الزوز باش يفوزوا بالمباراه في المباراه هذه صار التعادل ما فرحش برشا خالد بن يحيى وشفنا التصرف نتاعو بارابور على الصحافه وكل شيء اللي كانوا متغشين عليه لان ما عطاش في الندوه الصحفيه بعد المباراه هو كان متغشش وهذاك هو خالد معناها خالد سي ان انترونور اكسبسيونيل الى سون كاركتير يفو فير افيك والسلام عليكم. لكن اليوم كي نشوفوا الرجيش تعمل ديبلاسمون في اي مكان كان باش تربح المباراه نتاعها هذه حاجه باهيه وحاجه ايجابيه للكره التونسيه. شكون شد انتباهك من اللاعبيه الجوله هذه سي المنجي؟ والله انا قلت لك الملاعب نتاع النجم الرياضي الساحلي عجبني برشا فريمون سي ان جوار اكسبسيونيل فرج القيرماني او فريمون سي ان جوار حاج محمود قاعد يرجع لنا بعد الاصابه اللي صارت والحمد لله ربي عملوا له عقد معناها شافوا يزون ريفيزي لو كونترا نتاعو. لكن اليوم في النجم الرياضي الساحلي انا عجبتني زاد عجبني بن عياده في النجم الرياضي الساحلي زاد كيف بن وناس رجع في الفورمه نتاعو اللي نعرفوا عليها لان ماك تعرف مخه قاعد يتعامل مع فرق اخرى. بوتمان الاصابه اللي صارت له
من الاول هذاك مع اتجاه الميتان وقتها اثرت عليه، لان في وقتها مازالت سخون ما ينجمش اثر عليه. حتى اللاعبيه الاجانب نتاع نجم الهلال الساحلي زردوم وبوتمان، وبيان سور اليوم عندنا ملاعب اللي فريمون كيفيه إلي اكسبسيونيل، والحمد لله يا ربي سي حمدي المدب وسي رياض بنور وسي معين الشعباني وصلوا باش لقاو رفقوا معاه اللاعب هذايا إلي اكسبسيونيل. اليوم سي الراجل اللي الترجي الرياضي التونسي تلوج عليه، اليوم لقاتو والحمد لله يا ربي اليوم الملاعب هذايا يلعب في فريق اسمه الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة للمدربين شكون تعتبر أفضل مدرب الجولة هذه؟ الجولة هذه أنا ما بين لسعد الدريدي ومعين الشعباني طبعا على مباراة الزمالك في الجولة، معناها هي جولة معناها واحد شامبيونز ليج مقابلات الويكاند معناها دخلتهم أي أي مثال شوف آه. بيان سور سعيد السايبي لأن تعامل مع معين حتى كان جات في الشامبيونا بتتر التعامل يكون نفس الشيء، أما لا موتيفاسيون نتاع الجوالات تعاونت برشا، وهذه الحاجة الباهية والحمد لله يا ربي. اللي لو بلوز امبورطون الحاجة الوحيدة قلت لك النقطة السوداء الوحيدة هو اللي صار في مباراة النادي الافريقي النادي الساقسي، لأن هما أصحاب برشا وعلى علم، وأن قبل الأسبوع اللي فات اسمه نتاعنا سي لطفي القلمامي خونا اللي فريمون كرم سي عبد العزيز بن عبد الله رئيس السابق نتاع النادي الساقسي في تونس، لان هما الكل مخيان. المشكله الوحيده اليوم في بعض النوادي هما مش لي ديريجون، هما الناس اللي رافقوا لي ديريجون، هذوما هما بتاتر اللي نجموا يعملوا كارثه، لان لي ديريجون اللي عندنا الحمد لله يا ربي اما ناس فريمون من طراز عالي اخلاقيا وكل شيء، والهيئه التسييريه نتاع النادي الافريقي نعرفوا تبارك الله الاشخاص اللي فيها ما شاء الله عليهم. و تري تري امبورتون باش ينظفوا لونتوراج نتاع النادي الافريقي اللي كان نيجاتيف قبل مع عبد السلام اليونسي، اليوم ما يلزموش يكون نيجاتيف، ما يلزموش يكون معناها حاجه وسمه عار معناها في فريق اسمه النادي الافريقي. يعطيك الصحه، شكرا لك سي منجب ابراهيم على كل التفاصيل اللي مديتنا بها بخصوص مقابلات الجوله الثالثه اياب للبطوله. فدوى تركي في الاخبار وبعد مواصلين.